فوق بس فوق صفاء، بدي احكي معك كلمتين معلش. صفاء انا غلطت معك كثير وبدي اعوضك. عن شو؟ عن بيتي اللي خربت لي اياه؟ هداك ما كان بيتك، بيتك معي انا. صفاء انا لؤي، نسيتي مين لؤي؟ لؤي اللي حبك هو وصغير وحبك بالمدرسه ولساتني بحبك ورح ضل حبك. بالاخير بطلع كلب وواطي وازعر على اساس انت مو هيك. طيب كوني معي وشوفي كيف رح غير كل تصرفاتي. انسى، انا ما عاد بدي اكون لحدا. بس انا بحبك صفاء، بحبك وما رح استغني عنك. بس انا لما كنت حبك وبين ايديك انت زتيتني، هلا جاي تتمعشق يا روم يا زمانك؟ انت ما بتحبني ولا عمرك حبيتني، لك انا بعرف مين لؤي منيح. انت بتحب تتملك القصص، ولما شفت انه حدا غيرك اجا اخذني منك رح تموت لترجعني. بس ليك بدي لك شيء، انا حبيته لقياس، حبيته كثير، هالقليله ما كان يخوني. إذا في حدا فرقني عنه هو أنت. الله معك. شباك شباك بنتي يا مجنون، رح تبكي يا زلمه. طارق خلص لا تحكي، امشي تعال معي. مو صح. شو؟ طارق ليش ما عم تصدقني انا بحبها لهالبنت؟ والله العظيم بحبها لك، والله العظيم بحبها. يا اخي والله بعرف انك بتحبها بس اللي عم تساويه عيب. ما عليك تفهمني شو العيب بالقصة؟ عيب انك تدق على بابها للبنت بهالوقت، عيب انك تنزل تسكر تحت الشباك، عيب. هي مرة كانت متجوزة وتطلقت من جوزها بسببك وانت بتعرف هذا الشيء، لأنها ضاعت ما عرفت. انت بتحبها ولا ما بتحبها؟ تحبك ولا تحب جوزها؟ بلش ينحكى علي على صفاء يا اخي صراحه. قص لسانه اللي بيحكي على صفاء لك طارق، قص لسانه. لا يعني نحن جايين نقص لسانات. فكر بالموضوع لؤي، خلاص انا ما عاد عندي شيء الا كان وبكره بشوفك بس روقنا. صفاء لهالدرجة وماني حاسس.
نعم على القصة، شو بدي أعمل؟ معقول يكون غلطت أنا؟ معقول غلطت لأني تركت إياس؟ والله إياس كان شب منيح، مو ناقص عليه شيء أبداً. لؤي، من لؤي كبرت وأنا بحبه، وعيت على الدنيا وأنا بحبه. لك ليش ما عم تعرفي تختاري الصح يا صفاء؟ ليش؟ دقيت على صفاء هلا مو وقت هذا الحكي، قومي البسي بدي اقعدك معي. ليش؟ بدنا نروح عند لؤي. ايه رايحة ركض. بابا قول لرفيقك ينسى. بس لؤي بالمستشفى وهذا الشيء صار معه بسببك. مش فاهم. زي عنه خنقته للزلمة. الحمد لله على السلامة يا اخي، ان شاء الله. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. هلا بيجي ابو درغام، لا تخاف. حاضر. محجوب ولا في شغله كثير مهمه؟ هو ليش عم يعمل بحاله هيك؟ لا تشدي، هذا مريض. الله يصلحك يا لؤي، انت الشاب الفهمان الواعي، معقول تروح حالك هيك اوفر دوز وكحول؟
طارق بوس ايدكم تركوني بهمي. لا لا لؤي، ما رح نتركك بهمك بنوب. صار لي ساعة عم بحاكيك ورح حدلك ياها. نحن هون كلياتنا اخوات وبدنا نوقف جنب بعض، بس انه هاد اللي عم تعمله بحالك ما بصير يا اخي، رح تدهور حالك. حرام، لك خوفتنا عليك بقى. راما معها حق لؤي. والله انتم مناح، انتم مثل اهلي، ما حدا بيستاهل اللي عملته فيه. ان شاء الله هيك. الحمد لله على السلامة. سلامة الحمد لله على سلامتك ان شاء الله. الحمد لله على السلامة يا ابو اللول. وحشة ابو اللول، ما بينخاف عليك. والله ما بتخاف. خلص اتركوه يا جماعة، خلوه يرتاح. يلا خلص يلا خلينا نتركوه. إذا بدك شيء حاكيني يا ابو اللول. يلا باي. يلا يلا يا جماعة. خلص شادي تعبان. تفضل محجوب امشي. اطلع اطلع. الله يخليكي، ما بدك تطلعي. جاي على السيارة، خليني اطلع جيب مرتي ونرجع على البيت، أنا مالي فاضية. الله يوفقك. بلا بدي اطلع. تفضل. لا صار وضعك تمام. لا تبقى تعمل بحالك هيك، أنت شبة الوردة. الحمد لله يا رب. إن شاء الله دكتور، إن شاء الله. بدي أسألك، مين صفاها اللي كنت عم تجيب سيرتها طول الوقت وأنت غايب عن الوعي؟ عشان يا سيد لؤي؟ خليها لربك دكتور، خليها لربك. حطيت وجبت البيجامات والشحاطات كمان. لشو البيجامات والشحاطات انت وياها؟ يا غالي بدنا ننام هون. لك شو تناموا هون؟ ما تناموا بالمشفى بدكم تناموا؟ ايه. لك قال لك عمي بعدين وينها في تليفون؟ مو مشان هيك، بدنا نجدد حياتنا الزوجية. ما بيصير ما بيصير، بيقولوا طاقة المشفى سلبية يعني مشان الأولاد لبعدين. لا 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 إذا القصة هيك بلا. حطي صوتك حطي صوتك. يلا تعال. لك لوين؟ لك انتم مانكم رفقات. لك عمي أنا مستحيل أترك رفيقي بهي الأزمة. محجوب في شغلة كتير كتير ضرورية لازم الكل يعرفها، هذا رفيقك نحن مستحيل نتخلى عنه. مستحيل. محجوب قوم، بدي اعرف موضوع ضروري. قوم. موضوع تافه ولا ضروري؟ لا مانو تافه. قوم. يلا فيه مصاري. لا ايه في مصاري. قوم يلا. شافوا عمي. صفاء بيطلع عليك. يلا مع السلامة. يلا. ساعة. معقولة رفيقكم سيطلع عليكم؟ يلا ليش هيك عملت لؤي؟ منيح اللي وقفت على هيك، كنت ناوي انتحر كمان. ليش؟ لأني بحبك. أي بحبك، ويا بتكوني إلي يا ما رح أعيش على وش هالدنيا. أنت قوم بالسلامة وبيحل الحلال. أنا ما عاد فيني شي. بس القصة بدها عادة. يا ستي لا رح أقعد ولا رح وقف، وإذا هلا ما بتعطيني جواب والله لأقوم زت حالي من الشباك. لهالدرجة بتحبني؟ أكثر من ما بتتخيلي كمان. صفاء بتتزوجيني؟